عاقلين على الحدث اللي عرضوا عليا ديال لاموند. كلكم قلتوا لي ما غيعاودوش يعيطوا عليا، انا لحد الان ما عارفش علاش عاودوا يعيطوا عليا. شكرا. هاد الورده زوينه كتشرب كتنكل زوينه تتنكل. شوف الماكله ديال الناس الواعرين كتلقى داكشي كلشي زيق. باش نمسح وخصني ندير بحال هكا باش نبان. دابا هنا لوطيل عندهم مديرين لينا البوفي، ممكن البوفي كيجيبوا لك هادشي من هنا، وخاصك باش تكون مغربي بصح خاصك تجي تضرب ليه من الاصل من السورس تاكل منها من هنا. شوفوا لي السيلات كيفاش دايرين. هاد دجاجة مريشة قال لي ما تطلعهاش عليا طلع على راسه. ما تخافش انا معروف بالي. تقريبا الثمن ديال هذا شحال يقدر يكون؟ انا اللي خدمناه. عرفت كيفاش كدافع الدفاع معناها شكون كوشريناه يتقم اكثر من الثمن. شحال مثلا انتم تبيعوا؟ 5000. انت غادي كنت تطلع عليه؟ لا جاتني. المهم انا اش بغيت ندير فيها راسي كنفهم غالي. لا ما غاليش. السؤال ديالي شرحي لي هذا الشيء اللي لابسه. الشيء اللي لابسه كيفاش نشرح لك؟ الماركه والثمن وداك الشيء كيفاش كيقولوا لي الاوتفيت؟ غادي الثمن ما نقدرش. عرفتي السكات مع كل شيء لابس الكحل كتحس بمصاصين الدماء. غيدخل شي واحد يبدا يدخل بنادم ويبدا يفرتكو فيه. كلشي لابس الكعال والماكياج وداك الشيء. كدوي عليا؟ ما كدير ستوريات كتقولي. سلمي لها مرقبي لها وهي داويه مع اختها شي 24 ساعه مدام. هذيك المره هذوك كانوا ظلام هذو خاميات. لبس بلدي ولكن البنات روميات. هذه الطبله اللي تتكون مغطين بها كيجيو عندكم ديال كيديروا عليها الميك اب من الفوق باش ما تبصاش. اش كطاكيت واش بصال ماشي بصال والله الطبيعه تتكون في الصاله كيغطيوها بهذا بهذا. امك كتخاف عليها كدير ميكا بيضاء انت كتسالي وكتجمع الميكا مره بعد راه جيت لابس لك الله يخليك مع التوب الصبر ديالا بغيت نوريها لك بعيد جديده. اللي باقا مع اختها دابا والله يسديرها مع الوالده ديالتي اختي كيتعيطوا كيبقاو يهضروا 24 ساعه على 4 كيفرقوا مع الافلام التركيه والغداء. هي اختها تما من الصباح هي كدوي عاودت لها كلشي بالتفاصيل. كتجلس كتقول لها انا جلس او تتقول لها ها هو نور الدين دار ستوريات. وصيت قلت لك شوفي صبري علي هيا غتقطع شديت فيها تا غتقطع صافي.